وذي القرية متضرة لا من عطش، تكون 150 أسرة ومخلطة لجناس كاملة. اسمع ومضيعنا هنا لا شيء قالوا العطش، عندنا حالة مشكلة العطش، هي عندنا يمشيون منا ياسر فيه العطش وياسر منا يبقى هون عاتن عليه العطش، عاتن عليه الضعف، ما عنده حراكة، ما عنده جهة قد يسبي اللي ما عنده مقدرة، اللي عنده كامل من ممتلكات داره هنا. اسمع وتوب هاي حارسنا، هاي المبلكات عدناهم احنا لوحة عدناهم احنا من بلجتنا. مع تعاد هذا الطفل قالوا زين العابدين صاحب مسومة عاد مفرنا الماما اللي هون يجيبون نوتو طلبنا اهله وعاد قلنا له حارتنا وتو عاد موفرنا الماء يعافينا وعافيته، هاي لا هي حارتنا. مشكلتنا هنا لا العطش، ما عندنا مشكله غير العطش. الام كتان تام فيني من يقولوا له هاي كتو من ايوات من يمين كو دي فوق هوري ميدن وتو فوف من ين كام نيمين قال ام بالك انا ما بني جيل ام بعد هين كان كان من جو غتين من جارك أو هذا تام في جاودي أمين هيك كتباك من تباك هذا لاري جام لنا في حش لبقار عندنا يا حش لبقار حش لبقار قام أيو سر يا خير قا اللي حش قا مشكلة سنة عام لو هيك كني قا دي وان تباني جاودي كوي لا تنور هذا لاري جام لنا في غيرني ورما كان هاي نجوجي بالله والله نادين نجدي والله نفيق